عراقيا إيرانيا. هاي الطبقة السياسية طبعا إيرانيا راح يفتح الخارطة الطريق لاتجاه تغيير النظام في إيران. أوف. إذا نعم إذا النظام ما بطل لني سوالفه ماكو. ما يقنع بالرئيس الجديد الإصلاحي المنفتح على الغرب ما إلى ذلك. هذا كارتوني مو إصلاحي. هذا كارتوني أستاذ عدي محترامي والله كارتوني الكل يعرف القرار بيد خامنئي. يضحك على أنفسنا. يعني مثل ما أسس السوداني والقرار بيد العصائب والميليشيات. هاي واقعا ليش نغشنا نفسنا؟ ها ما شوف طفه ايش قد صرف فلوس على السوشيال ميديا واشترى دمه هسه طفه تعرف كيف؟ ها ليش؟ لانه وصل اجى القرار خلاص حتى من ايران بالمناسبه لا مرشحين شخصيتين ترى يمك بديل له تعرف هذا زين ودايخ زين يشرب هالحبوب يرجع لي ورا فطلع عايف شغله ويركض ورا احمد الابيض وكذا استحوا شويه خجلوا شويه يصير السياسيين عندكم وزن شويه ارتقوا شويه مره من المرات قعدتوا بمناصب احفظوا هيبه المناصب صيروا كبار بحجايه بتصرف لا تصيرون دنيئين هذه الدناءه وصراحه توصلكم للنهايه القصد ترامب بالنسبه للوضع الايراني خلاص قفل يعني بالنسبه له ايران مو قصص اذرعيه تقص ايديها لازم وانا قايل لك هذا زمن التخلي اذا تحاول بس ايران شو تسوي تتخلى بس تسوي صفقه تاخر بعد ماكو لان ما عندك تلك القوه بالمناسبه حتى الدخول التركي ما حد نظر للزاويه اللي احنا نظرنا لها في التحالف وتحدثنا عنها الدخول التركي هو بموافقه امريكيه في العراق والسوريا وكذلك في ليبيا والسودان لخلق موازن نوعي لايران وهذه ليش قلت لك راح نرجع للثمانينات اللي يسموها يعني الكنتينمنت بوليسي اللي هي يعني سياسه الاحتواء المزدوج كان تاع السوفيتي وامريكا ما يتعاركون مباشر صدام يتلاطش ويا الخميني كوريا الشماليه ويا كوريا هذا الواقع بلي. ها والدولتين يتفقون في اخر المطاف يوقفون الحرب او يسعروها هذه هي سياسه الاحتواء المزدوج اللي بالثمانينات تعرف كيف الان نفس الشيء راح يعود ايضا الاتراك يدخلوهم كمعادل نوعي للايرانيين في ظل تراجع الدور الايراني هذا ترامب ايش راح يستفاد من عنده ترامب لا يريد ان يشعل الحرب بالمناسبه مو خايف لان يدري انه مو عنده خصم قوي حتى يحاربه قاعد تعرف شنو عنده خصم يقدر يضغط عليه اقتصاديا وكذا يدمره ولذلك ايران مستشعره مو بس خوف النظام كله مهتز بس الحوالي دكتور الحوالي سالين سيفهم اذا ما نتحدث نائبه جيدي فانس لما نتحدث ايضا سفيره جديده كلهم خطابهم ملتهب نعم خطابهم لتدمير النظام في ايران ومعاقبته ومطارده الميليشيات وغيرها صحيح لكن مو شرط بالحرب عزيزي استاذ عدي مو البعض يعتبر طيارات وقاص هذا وحده من الادوات خلي ببالك اي مو احنا استندنا على